وبالتالي رحيل كيروش كان هو القرار الأنسب من وجهة نظرك؟ مش عاوز اقول اللي هو الانسب او الغير مناسب. مناسب، ولكن هو الراجل لما تولى المسؤوليه كان بيقول انا هدفي كاس العالم، مش هدفي حاجه تانية، مفهوم. وانا جاي عشان اوصل مصر كاس العالم، وانا عندي خبرات ووصلت فرق كتير كاس العالم، وكان بيتكلم معانا بمنطلق ان هو يعني هو الوحيد اللي فاهم كل حاجه. انا شايف ان رحيله طبيعي جدا، لانه ما حققش الهدف اللي هو دايما كان بيتكلم عليه، مفهوم. مش اللي كان مطلوب، يعني اللي هو دايما كان بيقول انا جاي عشان كذا كذا ايوه، كذا، جاي اوصل جاي مصر اوصل لكاس مصر العالم. لكاس العالم. يعني رحيله اعتقد كان طبيعي جدا. يعني الكابتن ايهاب جلال مسك المنتخب وفي اول مباراه كسب زي ما بتقولوا، ده الاهم، لكن الاداء بتقول انه حتى على المستوى الفني ممكن يكون ما فيش كلام كتير صعب بحسب. جدا اتكلم على المباراه فنيا، يعني ليه بقى؟ ليه ليه ما حسيتش ان المباراه فيها حاجه ممكن تتكلم فيها فنيا؟ لان المباراه من النواحي الهجوميه ما فيهاش حاجه خالص، يعني مصر تكاد يعني هجمه او اتنين بالعافيه اللي ممكن تقول انهم هجمه. يمكن كانت خطوره غينيا الشوط الثاني اكتر منك، كورتين كان ممكن يبقى في منهم، لو في توفيق كان ممكن يكون فيهم اهداف بسهوله. شكل المنتخب، انا كمدرب او كلاعب سابق او يعني كمشجع صعب اتقبله، ولكن ممكن اتقبله كبدايه، كبدايه مع مدرب جديد ممكن اتقبله. عارف ان كابتن ايهاب جلال عنده كتير، بيحب الكوره، بيحب يبدا من تحت، ولكن هو عنده مشاكل. العناصر اللي موجوده هل هتساعده ولا مش هتساعده؟ هي دي المشكله. احنا شفنا امبارح المنتخب بيحاول يبدا بالكوره من تحت، بس هو مش قادر يتدرج بالكوره من ليه مش تحت. قادر؟ هل هو الموضوع صعب قوي للدرجه دي ان المنتخب يتدرج بالكوره من تحت؟ هل لازم نقتنع بفكره انه دي القماشه وان احنا اساسا عندنا مشاكل في فكره التسليم والتسلم لا، كلاعبين؟ ممكن في التوقيت ده نوعية اللعيبة اللي عندك مش هي اللي تقدر تعمل الكورة دي مع المنتخب دلوقتي. يعني الونش وياسر امبارح مش هما الديفندرات اللي يقدر يمسك بالكورة ويمسك الكورة ويستحوذ عليها ويمشي بيها، ولو في مساحة صغيرة يقدر يباصي باص سهل. يمكن النوعية دي مش اللعيبة من اللعيبة مش موجودة عندك دلوقتي، عشان كده شفنا صعوبة امبارح في المباراة في التدرج بالكورة، في الخروج من كرة بالكرة من تحت. يمكن حلقة الوصل ما بين نص الملعب وبين المدافعين كمان ما كانتش موجودة امبارح. مفهوم. يمكن الكرة كان مع أبو جبل، وبعدين لياسر للوينش، حمدي فتحي بينزل شوية، وبعد كده نلاقي كرة طويلة للأمام، لأن ما فيش ربط مظبوط، ما بين نص الملعب صح. دي والمدافعين. مشكلتنا الدائمة بقالنا سنوات، فكرة الربط دي يا كابتن أيوب اللي بيخلي انتقالنا للتلت الأخير من الملعب مش سلس خالص وصعب قوي. عشان كده لما يجي لك مدرب عنده الفكرة دي، أنا لازم أصبر عليه علشان يطلع لي النوعية من اللعيبة اللي تقدر تعمل ده. ايوه، وانا لما اطلع نوعيه من اللعيبه تقدر تعمل ده، اللعيبه دي محتاجه وقت، محتاجه مباريات، محتاجه استحملهم في الاداء واستحملهم في النتيجه. عشان كده لازم انا بقول نصبر على كابتن ايهاب، ياخد وقته كامله علشان يخرج اكتر واحسن حاجه عنده. يعني النهارده المنتخب استدعى باهر المحمدي واحمد رفعت، شفت ازاي الانضمامين؟ يمكن الاثنين